مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض وصفة الكوسة بمحشية باللحمة مع البشاميل. أول إشي هون عنا نص كيلو لحمة، حطينا لها معلقتين كبار من الزيت. هلأ رح نضيف بصلة مفرومة ناعم والبهارات اللي هن ملح قرفة وفلفل. هلأ عبين ما ينقل البصل واللحمة مع بعض احنا رح نجهز الكوسة. هون احنا محضرين الكوسة مسلوقة مغسلينها وسلقناها قبل. هلأ رح نبلش بتقطيعها. هلأ اول اشي منقطع الكوسة بالنص، بناخد معلقة صغيرة ومنقيم اللب اللي موجود بقلب الكوسة، بس نترك الجوانب موجودين ما منقيمهم، يعني عشان تحمل الحشوة بقلبها، ومنصفهم بالصينية بهذا الشكل. هلأ هيك صارت عنا الكوسة جاهزة. هلأ عبين ما تستوي اللحمة والكوسة عنا جاهزة راح نحضر الكريمة. هلأ عشان نحضر الكريمة بدنا معلقة كبيرة من السمنة، راح ندوبها منيح ونضيف لها 250 مل من الحليب. هلأ عبين ما يغلي الزبدة والحليب مع بعض، هاي هم بلشوا يغلوا، راح نضيف احنا معلقتين صغار من الطحين دوبناهم بشوية مية. هلأ منضيفهم بس واحنا عم نحرك عشان ما يكعبل الحليب. هلأ منضل نحرك فيهم وبنفس الوقت بنعلي النار تحتهم عشان يصيروا ثيك شوي. بس نبلش نشوفها انها صارت تقيلة بايدنا الكريمة، بنطفي النار تحتها ونخليها على جنب. بعد ما استوت عنا اللحمة رح نبلش نحطها بقلب الكوسة بهذا الشكل. هيك هلأ صارت الكوسة عنا جاهزة، رح ندير فوقها البشاميل زي ما حكينا. هلأ رح ندير الكريمة كلها فوق الكوسة واللحمة. عنا هون بارميزان وموتزاريلا تشيز. أول إشي رح نحط الموتزاريلا تشيز، وهلأ رح نضيف البارميزان. بعد ما نضيف البارميزان رح تصير جاهزة إنها تدخل معانا على الفرن. نتركها حوالي ربع ساعة على درجة 180 درجة أو لحد ما نشوف إنه وجهها تحمر منيح. وهيك صارت عنا الكوسة بالبشاميل جاهزة، كتير أكلة زاكية وسريعة. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.